بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الوقفة كما كانت عشرات الوقفات تضامنا مع آل الدوابشي اللي تعرضوا للظلم من قبل النيام وهم آمنون في بيوتهم، وهذه ليست المرة الأولى، وإنما في كل يوم وفي كل أسبوع هناك اعتداءات، سواء كانت على مساجد، سواء كانت على كنائس، سواء كانت على أشخاص، سواء كانت على أشجار الزيتون، سواء على رأس هذه الأمور كلها أيضا المسجد الأقصى المبارك. فهذه هذا التطرف اللي موجود للأسف مش عم نلاقي محاربة له من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وإنما كل الأمور تسوى هيك بشكل بسيط من غير معالجة هذه المشاكل. وهذا الوضع إذا استمر فإنه سوف يجر المنطقة إلى مناوشات وإلى حروب وإلى ما لا تحمد عقبة. يعني مش كل مرة بتسلم الجرة، يعني كثير كان حرق محمد أبو خضير وبعده اعتداءات وبعده، ولكن يعني لازم يكون صوت مسموع. اللي بده السلام واللي بده التعايش ينبغي عليه أن يحارب مثل هؤلاء المستوطنين اللي كل مرة عم بزرعوا فتيل الفتنة بين الشعب الفلسطيني ويتعرضوا لمقدساته، ثم بعد ذلك يشعلوا المنطقة بحرب طائفية وبحرب عنصرية.